نشرة الأخبار من قناة كاب 24 تي في بمدينة طنجة، أهلا بكم. والبداية مع أبرز العناوين. السلطات المحلية بطنجة تشن حملة لترحيل المهاجرين الأفارقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية. ورياضيا، اللاعب حسام الراقي قريب من التعاقد مع فريق اتحاد طنجة. قامت ظهر اليوم السلطات المحلية بمدينة طنجة مرفقة برجال القوات العمومية ورجال الأمن بحملة لترحيل مجموعة من الأفارقة المهاجرين الغير النظاميين والذين كانوا يتواجدون بالمدينة. وبحسب مصدر مطلع صرح لقناة كاب 24 تي في، فإن العملية تدخل في إطار الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تشمل مجموعة من المدن الكبرى بالمملكة. هذه العملية التي تشرف عليها وزارة الداخلية انطلقت منذ حوالي شهر، وتهدف إلى تنقيط هؤلاء المهاجرين لتشخيص وضعهم القانوني. وحول وجهة هؤلاء، قال المتحدث أن غالبا ما يتم توجيههم نحو مدن داخلية أو نحو الحدود الشرقية أو الجنوبية للمملكة. شهدت عملية مرحبا 2018 في شقها المتعلق بعودة المهاجرين المغاربة مجموعة من المشاكل، خصوصا المتعلقة بالاكتضاض الناتج عن تأخر في بعض المصالح المينائية. وتظهر هذه الصور حجم معاناة مغاربة المهجر الذين يعبرون عن امتعاضهم من هذا الوضع. وقد كان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك نجيب بوليف قد صرح في وقت سابق أن عملية مرحبا 2018 في شقها المرتبط بالعودة تمر في أجواء عادية وبانسيابية عالية. دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية ما لم تطور نفسها، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وعواصم اقتصادية كبرى توترا على خلفية تشديد الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال ترامب إن على منظمة التجارة العالمية أن تعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل، مؤكدا إذا لم يطوروا أدائهم فسأنسحب من المنظمة. ووصف الرئيس الأمريكي اتفاقية تأسيس المنظمة بأنها أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق، وأضاف أنه خلال العام الماضي ربحت أمريكا كثيرا، عزيا ذلك إلى أنهم، ويقصد المنظمة، على يقين من أننا إذا لم نربح فسوف ننسحب منها. ألغى رئيس حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف فيلدرز مسابقة أعلن عنها للرسوم المسيئة للرسول محمد، وذلك بعدما تلقى تهديدات بالقتل. وقال فيلدرز: قررت وقف مسابقة الكاريكاتور لتحاشي خطر وقوع ضحايا للعنف الإسلامي، فسلامة الإنسان لها الأولوية. وأضاف السياسي الهولندي الشعبوي المعادي للإسلام والمهاجرين بأنه لا يرغب في أن تستغل المسابقة كذريعة للعنف الإسلامي، وأضاف في تصريح أنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام. رياضيا، علمت قناة كاب 24 تي في من مصدر مطلع وقريب من فريق عاصمة البغاز أن لاعب الوسط عصام الراقي قريب جدا من التعاقد مع فريق اتحاد طنجة لكرة القدم. ويسعى اتحاد طنجة إلى حسم صفقة الراقي، حيث أن الفريق يحتاج للاعب كبير بحجم الراقي نظرا لمشاركة النادي في منافسات دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل. وكان فريقي مولودية وجدة والجيش الملكي يستهدفان التعاقد مع الراقي الذي أحدث انقساما كبيرا داخل الرجاء البيضاوي بين أعضاء مجلس الإدارة والمدرب الذي رفض عودته. رياضيا دائما، وفي تعليق له على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا، يرى إرنستو فالفريدي مدرب فريق برشلونة أن مجموعة فريقه بدوري الأبطال هي الأكثر تعقيدا في البطولة، بعدما أسفرت القرعة عن تواجد برشلونة في مجموعة تضم كل من توتنهام الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي. وقال فالفريدي في تصريحات نقلتها صحف إسبانية اليوم الجمعة: مجموعتنا صعبة وهي الأكثر تعقيدا بين جميع المجموعات. وأضاف أنه لا يوجد خصم سيمنحنا الراحة بالمجموعة بسبب المستوى المرتفع للخصوم، لكنها مجموعة جذابة وهدفنا هو التأهل. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقع القناة كاب 24.tv. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.